السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه يا احلى متابعين للقناه؟ معكم عمرو حمدي من قناه عمرو ايمان، ورجعت ليكم بفيديو جديد وحلقه جديده. لو اول مره تشوف الفيديو وتزور القناه، فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناه. ولو انت من متابعين القناه ما تبخلش علينا بلايك على الفيديو، لان دي شكرا بتاعتك، وتقول لي رايك في التعليقات بصراحه. حلقه النهارده هتكون عن أفضل 10 برامج مونتاج للفيديو على الكمبيوتر. ناس كتير بتبقى عايزة تعدل على الفيديوهات الخاصة بيها وتحذف منها حاجات وتضيف مؤثرات وتعمل دمج ما بين مقطعين ثلاثة وتطلعهم في الآخر بإنتاج احترافي. من هنا بتبرز الحاجة الى برنامج مونتاج عشان يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه دوت. في بقى بعض البرامج المجانية بالكامل واللي ما بتحتاجش ان انت تدفع فلوس خالص عشان خاطر تستخدم البرامج دي، وفي بعض البرامج اللي هي بتبقى بفلوس، وطبعا دي ممكن نبقى نعمل لها حلقة تانية بعد كده. انصحك ان انت تبتدي تستعمل البرامج المجانية لان هي تعتبر بنفس كفاءة البرامج المدفوعة، ولو حسيت ان انت مش قادر تكمل بيها او ان انت ممكن مثلا تشتري برنامج، فيبقى ساعتها ليك الحق ان انت تتعامل بالبرامج المدفوعة احسن. خلونا نبدأ مع بعض. واول برنامج هو طبعا الاسم القديم بتاعه ويندوز موفي ميكر. طبعا برنامج ويندوز موفي ميكر برنامج مجاني لتعديل الفيديوهات. طبعا هو تبع شركة مايكروسوفت زي ما احنا عارفين، وده كان بيجي مدمج في نظام التشغيل بتاع ويندوز 7، وكان بيعطي فرصة لمستخدمي البرنامج ده من لإنتاج فيديوهات، يعني عن طريق ان انت بتتعامل مع بالصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية وبترتبها عشان خاطر تطلع في الآخر فيديو جميل. تمام، بيحتوي على مميزات جميلة زي ان في تأثيرات للفيديو والحركات الخاصة بالانتقال من فيديو لآخر، وطبعا إضافة عناوين بقى ومسارات صوتية، وطبعا ممكن ان انت تعمل للفيديو اللي انت هتطلعه دوت تعمله شير. طيب دلوقتي هو ما بقاش موجود ونزل مكانه في ويندوز 10 حاجة اسمها موفي ميكر 10. تمام، موفي ميكر 10 ده ممكن تنزله من على مايكروسوفت، وهتلاقيه لو انت عندك ويندوز 10 ممكن تنزله زي ما انت واضح قدامكم كده. وبرنامج بيدي قابلية كبيرة جدا، طبعا مش هيكون زي البرامج اللي هي بتبقى مدفوعة، ولكن هو ممكن يفي بالغرض. تاني برنامج عندنا هو برنامج بلندر. برنامج بلندر هو احد افضل برامج المونتاج للفيديو المجانية، واحد افضل برامج اللي تم تطويرها لتصميم الرسوم المتحركه ثلاثيه الابعاد اصلا، ولكن معاه فيديو اديتور او محرر فيديو في البرنامج مميز جدا ومفيد جدا، يعني ممكن نقول ان هو يفي بكل احتياجات الفيديو الاساسيه. المحرر اللي فيه او الاديتور اللي فيه يعني سهل، بينفذ زي ما قلنا الاجراءات الاساسيه زي ان هو يقطع فيديو، يربط مقطعين مع بعض، في برضو معاينة مباشرة ودعم للكروما وتخلط اصوات مع بعض ومزامنة. البرنامج دوت موجود مجانا للويندوز والماك واللينوكس. ثالث برنامج معانا وهو لايت ووركس. برنامج مونتاج مجاني رائع جدا. البرنامج ده بيعد من احد البرامج الاكثر قوه وفعاليه في القائمه اللي احنا بنقدمها، لان هو عنده مزايا مفيده جدا، يعني ممكن مثلا تصل تكلفه شراء النسخه الاحترافيه منه لحوالي $25 او $20 في الشهر، ولكن في نسخه مجانيه بتقدم مميزات كافيه جدا للمستخدمين، زي اللي هم يشتغلوا على 4K ويطلعوا دقة عالية، يعني بتدعم استخراج الملفات بدقة 720 بي لليوتيوب، وحاليا 1024،
اللينسز بتاعته تعتبر فري وكويس جدا، خفيف على الجهاز، في مؤثرات كتير، سهل الاستخدام، ومتوفر على الثلاث أنظمة التشغيل اللي هي الويندوز والماك واللينكس. البرنامج اللي بعد كده اسمه شوت كات، وشوت كات من البرامج المجانية لتحرير الفيديو برضو، ومختص في مونتاج الفيديو، وهو برنامج مفتوح المصدر، ممكن المستخدم ان هو يوصل يعني في جميع المميزات اللي ممكن يحتاجها المستخدم من غير ما تدفع اي اشتراك او تشتري نسخة. برنامج يعتبر كويس جدا، سهل جدا. البرنامج ده بيتميز مثلا ان هو ممكن يعني بيدعم الدقة الـ HD والـ 4K، تمام، زي ما احنا شايفين اهو. حاجات كتير قوي، بيستخدم مثلا الكولر والتكست والنويز، بيسوبورت الـ 4K اهو الريزوليوشن، بيعمل ويب كام كابتشرز. برنامج كويس جدا، في مميزات كبيرة جدا، ولكن هو الانترفيس بتاعته ممكن تعتبر صعبة شوية، يعني معقدة، او ان انت تحس ان انت فعلا بتشتغل على برنامج احترافي. البرنامج مدعم في الثلاث انظمة تشغيل ويندوز وماك ولينوكس. البرنامج اللي بعد كده اسمه افيد موكس، ده برنامج مونتاج مجاني برضو وعامل جدا، مصمم للمهام بتاعة التقطيع والفلترة البسيطة، وده بيساعد على التقاط الصور بدقة عالية وبصيغة الجي بي جي والبي ام بي، وبرضو بنعمل فصل واستخراج الصوت من الفيديوهات، ممكن اطلع فيديوهات عن طريق الام بي 3 او كده، وبيدعم ملفات، انواع ملفات زي الاي في جي والام بي جي. ويعني مميزات البرنامج ده ان هو حجمه صغير جدا وخفيف جدا على نظام التشغيل، سهل الاستخدام، ولكن مش ما نقدرش نقول ان هو بروفيشنال قوي يعني، فممكن لو عايزين تجربوه خدوا فكره عنه. البرنامج اللي بعد كده هو اوبن شوت فيديو اديتور من موقع اوبن شوت، والبرنامج ده يعتبر برنامج برضو مجاني ومفتوح المصدر، في مميزات تحرير للفيديو الاساسيه، وان هو كمان عنده مؤثرات صوتيه كبيره جدا ومساعده الناس اللي بتشتغل عليه بإنشاء مقاطع فيديو احترافية، وعنده إفكتات كتير جدا وفلاتر والانتقالات الترانزاكشنز والحاجات دي كلها ممكن ان انت تطبقها بسهولة جدا، الإفكتس والأوديو ويف فورمز والحاجات دي كلها، بدعم التحميل على لينوكس والماك او اس وويندوز، تمام. البرنامج اللي بعد كده هو اسمه هيت فيلم اكسبرس، هو برنامج مجاني لتعديل الفيديو، واحد برامج مونتاج الفيديو المجانية المميزة جدا، واللي مستخدمينه حول العالم يصل الى 4.5 مليون مستخدم، والبرنامج بيحتوي على كل المميزات اللي ممكن تتوقعها في برنامج مونتاج، زي التقطيع والربط والفويس اديتنج والابلود والكروما والحاجات دي كلها. النسخة المجانية منه فيها اكتر من 180 تأثير، بس مشكلته ان هو عايز امكانيات جهاز عالية شوية، فانت لو امكانيات جهازك عالية فجو اهيد جربه، مفيش مشكلة. البرنامج بيدعم الماك والويندوز. البرنامج اللي بعد كده هو اسمه انفيديو، صحيح ان برنامج انفيديو دوت مدفوع، بس ممكن ان انت تستخدمه بشكل مجاني عن طريق ان انت بتسجل حساب في الموقع من هنا، وبتبتدي ان انت تستخدم الحساب بتاعك مجاني، اوتوماتيك تكست تو سبيش، 3 مليون اكتر من 3 مليون ميديا لايبراري، حاجات تستخدمها في الفيديوهات والكلام دوت، وبيدعم الاستخراج بيدعم الاستخراج بدقة اتش دي للفيديوهات، وطبعا بيدعم البرنامج ده الويندوز وماك او اس. البرنامج اللي بعد كده من ابل وهو اي موفي، البرنامج دوت مجاني جدا، مدمج مع بنظام الماك او اس، وزي برامج زي مثلا الويندوز ميديا ميكر، وطبعا ده يعتبر المحرر المثالي لمساعدة الناس اللي هي بتشتغل على الماك او اس ان هي تعمل مقاطع فيديو احترافية. عنده واجهة سهلة جدا وجذابة، وبيتميز بان هو بيخرج 4K، بس امكانياته تعتبر محدودة شوية.
اخر برنامج معانا وهو الفي اس دي سي فيديو اديتور. البرنامج ده بيجي مزود بمجموعه ضخمه جدا من الادوات والمؤثرات اللي بتمكن المستخدم ان هو يحط او ان هو يطلع فيديوهات احترافيه جدا. البرنامج دوت بيتعامل مع الاوديو باحترافيه برضو، لانك انت ممكن تقوم بعمل تصحيح للصوت والاضاءه والكلام ده كله. البرنامج بيبقى متوافق مع من ويندوز اكس بي وصولا الى ويندوز 10. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو حابين تدعموني دوسوا لايك على الفيديو واعملوا له شير مع اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو اول مره في القناه ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناه. والى اللقاء في حلقه وفيديو اخر ان شاء الله.